اهلا وسهلا. غطي الشمس بفيش بينك بحق لك وطنك دينك لو هالدنيا سألت مينك قلن إنك لبناني بطل السلم وبطل الحرب. قدي صاركم ملتقيتوا مع بعض؟ مش كتير كنا بمقابلة. لا رجعنا مرة ثانية. دايما أنا مشتاق لك. بالبهايش حنشوفك الليلة بحفلته. يا ريت ونسيبة إنه اليوم أنا عندي حفلي وهو بس كان هممنا نكون هون عند سعد الصفير لأنه هالقد هو متابع وهالقد بيكرم اللبنانيين بحب المغرب بقى بحب كمان مين بيبيض وجه لبنان بالمغرب بقى شكرا له بدي اقول سعد سفير وخير سفير للبنان للحياة نعم خير يعني من نحن بنعرفه ومتابعه من ايام كان بجدة وكان انصول بس عم يشتغل شغل اكثر من انصول نعم كان عم بتقولها على البوديوم سعاده السفير شو بتقول اليوم هلا اقول نعم. هلا اقول محضر بدنا شيء خاص لنا نحن هيدا من اجمل ايام ايامي منذ قدمت وراء اعتمادي لصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه نعم. الله هيدا من اجمل ايام من بعدها في المغرب نعم. كرمونا وشرفونا وهلا رح كمل المسج بالكلمه اللي حولها حنشوفك الليله سعاده السفير بالسهره باذن الله اكيد اهلا خبرنا عن التنسيق اللي تم ما بينك وما بين يوسف دندش اللي صار اليوم كمان واضح انه التنسيق تام نعم. وناجح الحمد لله نعم نعم شو يسوشتون على سعادة السفير؟ سفير هو فخر لكل لبناني وفعلا نفخر ان عنا هيك سفراء نشيطين وهو تاج على راسه شكرا شكرا للإعلام اللبناني اللي عم يغطي عندي شكرا يا حبيبي شكرا وسهلا بكم على أرض لبنان في مملكة المغرب الشقيقة أود بداية أن أرحب بممثل وزارة الخارجية الكاتب العام المدير العام سعادة السفير الأزرق لحضوره معنا هذه الليلة كما أود أن أشكر معالي وزير الثقافة لإرساله مندوبا عنه ليرحب بالفنانين المحتفى بهم كما أود أن أشكر حضور سعادة سفير روسيا الاتحادية هذه المناسبة نجتمع اليوم لنفخر بثلاثة عناوين العنوان الأول أن مملكة عربية شقيقة هي مملكة المغرب وتحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحفظه الله استطاعت أن تنظم للسنة الثامنة عشر على التوالي مهرجاناً موسيقياً فنياً ثقافياً ودولياً بمعايير عالمية وهذا مصدر أول فخر لنا العنوان الثاني أن الحضور اللبناني في هذا المهرجان في السنوات الماضية وهذه السنة على وجه الخصوص عرف تميزاً مشرفاً فلا يكاد يمر يوم واحد من أيام المهرجان إلا ونجم من نجوم لبنان يسطع في لياليه وينور أمسياته ليضيف إلى رونقه جمالاً وإلى سحره لقياً وإلى تألقه رفعة وهذا مصدر ثاني لاعتزازنا رمز من رموز الثقافة اللبنانية العربية البقاعية الأصلية صوت قوي عذب حساس تخفق له القلوب قمة في الدبكة والفن اللبناني التراثي والفولكلوري من ونمارك مريت إلى بيروت عم تبكي إلى بيكفي إنك لبناني تاريخ مشرق ومسيرة مضيئة ومستقبل يزداد شبابا
وعطاء. نرحب بابن الحلانية بيننا، وأهلا وسهلا بالفنان عاصي الحلاني مكرما ومكرما. فنان شامل استحقها ليس لأنه شاعر وملحن ومطرب، بل هو شامل لأن أخلاقه وتواضعه وبسمته تجعله آسرا للآذان والعقول كما القلوب والعيون. شق طريقه بيا شوق إلى كل القصايد، خذني معك إلى أنا والليل ويا رب. وألحان خالدة للعمالقة ماجد الرومي، فضل شاكر، شيرين، صابر، أصالة، نوال، كارول، ملحم، نجوى وإليسا. أهلا وسهلا باسمكم، نرحب الفنان شامل. حبيت أول شغلة التروفي أو الهدية اللي قلتولنا إياها، إنه بقلب الأرض اللبنانية في العالم المغربي، وإن شاء الله نحن بنضل بقلب كل إنسان مغربي، وإن شاء الله كل إنسان مغربي بيكون دايماً بقلب كل إنسان لبناني، وإن شاء الله دايماً المغرب بتضل عزيزي مكرم، بلد الخير، بلد العطاء، بلد السلام والاستقلال، بلد حرة. الله ينعم عليكم بنعمة الأمن والأمان الدائم والازدهار الدائم. مع أنه قريباً يكون عيد 20 سنة لتولي جلالة الملك العرش، طب يقول له إن شاء الله عبال العمر الطويل بين 100 سنة ويعطي الصحة ويعطي القوة. وبدي أقول نيال اللي شعبه بحبه. كتار قاعدين على كراسي ولكن شعبهم رفضوا. جلالة الملك محمد السادس هو الملوك أو الزعماء أو القياديين اللي فعلا ثبت لشعبه أنه هو إنسان وطني، إنسان بحب بلده، بحب أرضه، بحب شعبه، وهم الوحيد كيف يعمل ازدهار بهالبلد. أدام الله المغرب وأهل المغرب، شكرا لكم. بشكر المغرب اللي دايما بتستضيف الفنان اللبناني شغلين كثير مهم، وسبب وجودنا هون هو هالشيء هيدا. ولو اني انا هالسنه بالذات مش بموازين بس تركت مرتين، وساعات السفير كان حابب نكون السنه الماضيه بس الظروف ما سمحت، هلا كنت حابب موجود. بشكره لألو عبد الكريم، بشكر لكل شخص موجود هون. تحيتي من القلب للملك محمد السادس، لانه فعلا قدر يامن امان وسلام، وهيدي شغله نعتد صارت عزيزة ومهمة لعالم العربي. الشمس تفيش بينك بيحق لك وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك قلن إنك لبناني. بطل السلم وبطل الحرب، همزة وصل الشرق الغرب، تضل تحب وتنحب، بيكفي انك لبناني، وبيكفي انك لبناني، وبيكفي انك لبناني.